ونصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال 4 غرامات وربع. نصاب الذهب 20 مثقالا والمثقال 4 غرامات وربع، فاضرب 20 في 4 غرامات وربع تكون 85 غراما. إذا نصاب الذهب 85 غراما، فمن عنده مثلا 85 غراما من الذهب تجب فيه الزكاة. نصاب الفضة 100 درهم، والدرهم 7 أعشار المثقال، فهي بالأوراق، فهي بالريال العربي الفضة تساوي 56 ريالا عربيا من الفضة. وإذا أردت أن تعرف قيمتها في الأوراق النقدية فانظر قيمة الريال العربي من الفضة. فلو فرض مثلا أن الريال العربي من الفضة عند الصاغة وأهل الذهب يساوي 10 ريالات بالأوراق النقدية الموجودة، فاضرب 56 في 10 يكون النصاب كم؟ 560. لو كان يساوي 20 كذلك، فالقاعدة أن تضرب 56 ريالا عربيا من الفضة بما يساويه الريال العربي من الفضة عند الصاغة وعند أهل التجارة.